بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يسأل بعض الأخوة والأخوات حول حياة السيدة الجليلة السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الإمام الحسن المجتبى بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين، وما هي طريقة النذر للسيدة نفيسة وكيف يكون هذا النذر لقضاء الحوائج؟ السيدة نفيسة المعروفة بكثرة الكرامات وكذلك المنازل الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى وخصوصا عند أهل مصر، فلأتكلم عنها قليلا. هي السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الإمام الحسن المجتبى بن علي بن أبي طالب عليه السلام. ذهبت، طبعا ولدت في مكة، ذهبت إلى مصر عام 193 للهجرة، أقامت بها إلى أن توفيت سلام الله عليها. توفيت سلام الله عليها. لما توفيت السيدة نفيسة بمصر أراد زوجها وهو إسحاق المؤتمن ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أن ينقلها إلى المدينة المنورة ودفنها في البقيع، فسأله أهل مصر أن يتركها عندهم للتبرك بها بقبرها الشريف، وبذلوا له مالا كثيرا فلم يرضى بذلك، فرأى النبي صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا وقال له: يا إسحاق، لا تعارض أهل مصر في السيدة نفيسة، لا تعارض أهل مصر في نفيسة، فإن الرحمة تنزل عليهم ببركتها. فالبركة الآن الموجودة في أهل مصر، في أهل مصر وفي جمهورية مصر، إنما هي من بركة وجود قبر السيدة نفيسة سلام الله عليها. كذلك ورد في كتاب إسعاف الراغبين بأن الصبان قد روى رضوان الله تعالى عليها أنها كانت قد حفرت قبرها بيدها وصارت تنزل فيه وتصلي وقرأت فيه القرآن وختمت القرآن 6000 مرة، يعني حفرت قبرها في بيتها رضوان الله عليها وفي نفس المكان قد دفنت سلام الله عليها. من كراماتها المعروفة رضوان الله عليها عند علمائنا الأعلام هو أنه حينما قدمت إلى مصر ونزلت في دار، أقامت بهذه الدار عدة شهور، وكان بجوارها مجموعة من اليهود، من جملتهم امرأة يهودية لها ابنة مشلولة مقعدة. رجاء استمع إلى هذه الكرامة، إلى هذه الكرامات، وجرب ولا تشك، وتوسل بالسيدة نفيسة سلام الله عليها من ذرية الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. فعلى كل الأحوال كان بجوارها مجموعة من اليهود، من جملتهم امرأة يهودية لها ابن مشلولة، ابنة صغيرة مشلولة مقعدة لا تقدر على الحركة. فأرادت هذه الأم أن تذهب إلى السوق، فسألت ابنتها أن تأخذها معها إلى السوق، فامتنعت الأم وقالت لها: لا أستطيع أن أخذك معي. فقالت لها: إذن اذهبي بي إلى دار السيدة الشريفة عند جارتنا السيدة نفيسة سلام الله عليها حتى تعودين من السوق. جاءت الأم إلى السيدة نفيسة وهي المرأة اليهودية واستأذنتها في ذلك، فأذنت لها السيدة نفيسة. فهذه المرأة اليهودية حملت ابنتها ووضعتها في زاوية من البيت، في بيت السيدة نفيسة عليها السلام، وذهبت. قامت السيدة نفيسة عليها السلام بعد ذلك وتوضأت، جرى ماء وضوئها إلى البنت اليهودية المقعدة المشلولة. ألهمها الله سبحانه وتعالى، هذه البنت اليهودية ألهمها الله سبحانه وتعالى أن تأخذ من ماء وضوء السيدة نفيسة سلام الله عليها شيئا قليلا بيدها، أخذت بيدها مسحت به على رجليها فوقفت في حينها بإذن الله عز وجل، وهذه بركة من بركات وضوء السيدة نفيسة سلام الله عليها. على كل الأحوال شفيت تلك البنت المقعدة من الشلل في الوقت نفسه وقامت تمشي على قدميها كأن لم يكن بها مرض قط. السيدة نفيسة مشغولة بصلاتها، مستغرقة بعبادة ربها، ثم جاءت هذه الأم وطرقت الباب، وإذا بهذه البنت هي التي تفتح الباب لأمها. نظرت الأم ذهلت تماما، ثم عانقت أمها وقبلتها. تعجبت الأم، سألتها كيف هي القضية فأخبرتها بالأمر. فقالت هذه الأم بعد إن قبلت يدي السيدة نفيسة:
قالت: هذا والله هو الدين الصحيح، وما نحن عليه من الدين ليس بصحيح، أي عن دين اليهودية. وعندما دخلت وقبلت يد السيدة نفيسة، قالت لها: يا سيدتي امددي يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وعلي ولي الله. شكرت السيدة نفيسة عليها السلام الله سبحانه وتعالى على هداها وإنقاذها هذه المرأة من الضلال هي وعائلتها. مضت هذه المرأة اليهودية إلى منزلها، فلما حضر زوجها أبو البنت، وكان اسمه أيوب، وكان لقبه أبو السرايا، وكان من أعيان يعني مصر، رأى البنت على تلك الحالة، رأى ابنته على تلك الحالة وقد شفيت، ذهل فورا وطاش عقله من الفرح. قال لامرأته: ما قصة هذه المرأة؟ فأخبرته بقصتها مع السيدة نفيسة، وكانت السيدة نفيسة معروفة، ولكن هذا الرجل لم يعرف عن كراماتها شيء. فقال: سبحانك يا رب، فإنك تهدي من تشاء. ذهب هو ومجموعة من اليهود إلى بيت السيدة نفيسة، وهذا الرجل الذي كان من أعيان مصر مرغ خديه على عتبة باب السيدة نفيسة، وقبل أن يدخل عليها قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأن عليا أمير المؤمنين هو ولي الله. شاع خبر البنت وإسلام العائلة وإسلام أبيها وأمها وجماعة من اليهود في وسط أهل مصر. فعلى كل الأحوال، كذلك من الكرامات بأن النيل في يوم من الأيام، نهر النيل، توقف يعني في أوان ما عن الفيضان، فضج الناس، ماذا يفعلون؟ جف نهر النيل، فذهبوا إلى السيدة نفيسة سلام الله عليها. ماذا فعلت السيدة نفيسة؟ أعطتهم قناعا، يعني بوشية، أعطتهم قناعا وقالت لهم: ارموا هذا القناع، هذه البوشية، في نهر النيل. فعندما رموا هذا القناع في نهر النيل فاض ماؤه وعاد إليهم هذا الماء ببركة بعض يعني ملابسها سلام الله عليها، وهو قناع وهو البوشية. وهذه من الكرامات المعروفة عند أهل مصر. جيد، إذن كيف أنت تنذر للسيدة يعني نفيسة عليها السلام لتستجيب لك؟ حكي عن الشعراني ما ينقله علماؤنا الأعلام، بأنه حكي عن الشعراني أن الشيخ أبا المواهب الشاذلي رأى النبي صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إذا كان لك إلى الله تعالى حاجة فماذا تفعل؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله: انذر لنفيسة طاهرة ولو بدرهم، يقضي الله سبحانه وتعالى حاجتك. إذن انذر ولو مبلغا بسيطا من المال، جرب ولا تشك، انذر نذرا بسيطا من المال، قل لله علي نذر 1000 دينار، 2000 دينار، 5000 دينار، يعني للسيدة نفيسة إذا ما قضت لي الحاجة، الضامن من النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذه الأبيات المعروفة التي تنشد في قبرها سلام الله عليها، نسأل الله أن نكون من زوارها في مصر إن شاء الله. هذه الأبيات المعروفة: إليكم كل مكرمة تؤول، إذا ما قيل جدكم الرسول، أبوكم خير من ركب المطايا، وأمكم المعظمة البتول، إذا افتخر الأنام بمدح قوم، بخدمتكم تشرف جبرائيل. جرب ولا تشك. صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين عليه السلام.